عايز ارجع لحضرتك لمباراه كاس مصر بدور الثمانيه، الاهلي وابو قير، والاهلي فاز فيها 2-1. رؤيتك الفنيه ليها كانت ازاي يا كابتن؟ هي مباراه كانت صعبه. هتقول لي صعبه؟ صعبه للتحضير لها او لمواجهتها، مش صعبه كفريقين بيلعبوا بعض. طبعا مع احترامي لفرقه ابو قير الاسمده وعندنا النادي الاهلي فرق كبير، صحيح. مش انا اللي بقوله يعني، ده التاريخ والجغرافيا والمستوى والحاجات دي، هناك فرق كبير. لكنك انت بتلعب وعارف ان هذه المباراه بطوله من ضمن البطولات اللي هي محدد فيها اي فرقه انها بتكسبها، انك توصل لكاس مصر، فده شرف لكل فرقه انها توصل. طيب يبقى لازم ان انا افكر فيها ان انا اكسب. طبيعي. ناس كتير بتقول طب ما تلعبوا الاشبال، العب الاشبال لو انا مباراه دوري والدوري خلص وحسم، ماشي العب باي حد، لكن هذه المباراه هتحدد بطوله، ممكن هوصل لكده او ممكن اطلع منها. صحيح. والنتائج بتقول، احنا شفنا المباراه اللي اتعملت بعديها ولعبوا اكسر تايم مباراه الزمالك وإف سي مصر، ولعبوا اكسر تايم وكده، ملهاش مقاييس مباراه الكاس طبعا. طيب عفوا، طب الحل ايه؟ الفرقه دي ان هو لازم هتلعبها. فميتش موسيماني او كوتش موسيماني عمل ايه؟ خد مجموعه لعيبه وهو كمان بيفكر في اخر مباراه اللي هي نهائي كاس افريقيا. طب وبعدين؟ فالفرقه اللي لو لاحظنا فرقه النادي الاهلي كان فيها لعيبه مصابين ورجعوا اول مره، زي رامي ربيعه مثلا كده، جاي بعد فتره طويله. فطبعا هل اداؤه هيكون العادي في المستوى اللي هو يكون فيه؟ مش اداؤه البدني والمهاري، اداؤه النفسي كمان، نفسيا انا جاي والاستعداد النفسي هو كده لا غير موجود. طيب هل اللعيبه الجداد اللي بيلعبوا لاول مره مع الفريق الاول في مباراه زي دي، مباراه رسميه وليست وديه، فهل ان هم الاثنين دول او اللعيبه النوعيه دي هتأدي؟ كل واحد عزيز بوجوده وعايز ينزل. طبيعي. طيب هل اللعيبه اللي هو لا من هنا ولا من هنا بيفكر انه هيكون احد 18 لعيب اللي هيلعبوا المباراه النهائيه؟ اذا انا عندي ثلاث نوعيات من اللعيبه في الملعب دلوقتي، كل واحد بيفكر في حاجه، بالاضافه ان كل واحد بيفكر مثلا زي الشناوي او اللعيبه الاساسيين انه خايف من الاصابه، ما هي برضه ده تفكير. اذا التفكير المخ بيشتغل في حاجات تانية كتير، فطبعا مش هتلاقي فيه ربط بين الفرقة وبعضها، لأن ده مش موجود. إيه ده؟ المخ مش موجود. تقول لي طب إيه اللي دخل المخ؟ لا، ما أنا عشان أربط معاك يبقى لازم أفكر لما تجي لي الكرة هلعبها لك إزاي وتلعبها لي إزاي. عشان كده كانوا بيقولوا ساعات يعني نسبة استحواذ النادي الأهلي كانت كبيرة، لكن مش بالمعدل اللي كان الأهلي متعود عليه، كان في ميز باص كتير بشكل كبير. النقطة التانية الفنية ان احنا متعودين مع موسيماني ان احنا نطلع بالكوره شويه، بنعمل بيلد اب من تحت، لكن في بعض الاحيان لجأنا للكرات الطويله اللي هي ما كانتش ليها استفاده. رؤيتك للثلاث نقط دول يا كابتن؟ بص يا كابتن، اولا حته ان الميس باص والكره الطويله، اللي بيلعب كره طويله هو ده اللي بيفكر بعد ما تجيله الكره، فاكتر حاجه عشان ما يضمنش انها غلط، عشان ما يغلطش، مش شايف حد فيجي لعبها طويله عشان هو مش شايف، هو ما محضرش. في حاجه في كره القدم الحديثه، مش كره القدم اللي هي المزرعيه اللي ممكن يقول لك متى واين وكيف. متى يعني امتى اللعيب يلعب الكوره؟ انا هلعب لك الكوره، معايا الكوره دلوقتي، امتى العب لك الكوره؟ متى؟ طيب لازم الحاجات دي تكون في دماغ اللاعب. اين؟ ازاي هلعب لك الكوره؟ فين؟ هل هلعب لك الكوره في رجلك ولا العب لك الكره طويله في مساحه؟ يبقى المكان اين؟ كيف؟ ازاي هلعبها لك؟ العبها لك ببطن رجلي، العبها لك بوش رجلي، العبها لك تشيب. يبقى الثلاث حاجات دي كلها لازم كل لاعب بيفكر فيها قبل ما تجيله الكوره، بحيث لما تجيله الكوره بينفذ على طول، هنفذ الثلاث حاجات دي، يبقى عنده سرعه بديهه. كابتن فتحي، احنا بنحلل اداء اللاعب بعد ما هتجيله الكوره، متى واين وكيف عشان الكوره تطلع صح. لا، متى هيلعب الكوره صح؟ مش جنبه خصم، افرض انا هلعبها
ومعاه كابتن هاني في واحد ماسكه مش هيلعب جزء من الثانيه يكون قطع 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 خط الكوره فيجي المدافع يقطعها فدي جزء من الثانيه هلعبها لك وانت في موقف تسلل متى وانت مش في تسلل يبقى متى واين وكيف لابد ان كل اللاعب بيقولها دي مش موجوده عند اللعيبه ليه مش موجوده عند اللعيبه لان اللعيبه عماله تفكر اللعيبه بتفكر في ايه في الثلاث حاجات اللي انا قلتهم لعيب مصاب ولسه جاي لعيب لسه جديد عزيز بتوجوده لاعب بيفكر في المباراه إيه؟ فاذا في مجموعه لعيبه في 11 لاعب في 10 لعيبه لابسين فانيلات حمراء في شناوي حارس مرمى لكن التفكير مختلف التفكير مش موجود فده ما يساعدش المدرب في تنفيذ فالمعنى اللعب الطويل ان انا مانيش عارف مش محضر للعيبه اللي جنبي صح ومانيش شايف اللعيبه فاضطر العبها طويله او ان انا ميس باص بلعب الكره متاخره او بلعب الكره بدري شويه او بلعب الكره في حته مزنوقه فيها زحمه ممكن كمان يا كابتن عدد اللعيبه تقريبا برضو يعني عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه ما لعبتش يعني محمود وحيد مثلا بقى له فتره ما لعبش يعني نتكلم مثلا رامي ربيع بقى له فتره نتكلم كمان على ولد صغير احمد كوكا في نص الملعب لسه كابتن هاني لسه العربي بدري مثلا بيشارك كل ده لسه بادجي بقى له فتره ما بيشاركش فبيشارك فكل ديت اعتقد برضو كانت ملامح ان هو مش التوب فورم مش المجموعه بس برضو في نفس الوقت هو ما بيفرطش في المباراه لا طبعا دي بطوله لان انت يجول وشوف دخل فيك الجول ازاي طب دخل فيك جول برضو وانت كنت مدافع الغلط احنا ما بنقولش عليه احنا بنقول في كره القدم اما انا بكون مدافع انا في كوره وفي خصم اساسا عشان ابقى مدافع صح وابقى راجل صح نمره واحد اشوف اللاعب اللي انا همسكه اللي هو خطر جوه ال 18 اللي هو خطر قدام الجول في الجول ماوس قدام في حلق الجول ده اللي انا امسكه نمره اتنين ابص للكوره لان هو مش هيبقى خطر من غير كوره يعني لو هو الكوره ما جاتلوش مفيش خطوره فالجول يحبس يعني كمان عنده مهمتين هو يحبس كمان انك تشوف الكوره والخصم ده هو انت تشوف انا خلينا يعني نبداها البسيط نمره واحد بس ابقى الخصم طيب ولما تجيله الكوره احنا الاثنين هنشترك فيها يعني يبقى انت مش هتعمل فيها حاجه بس اصل الكوره دي مش هتيجي في لحظه هي الكوره ما هي جايه احنا شايفينها فرد فعلنا احنا الاثنين هنشوفها في نفس الوقت لانها هتنطلق من منطقه في نفس التوقيت يبقى انا وانت شطرت فيك في كفاءتنا في الاستحواذ على الكوره لكن احنا اللعيبه بتوعنا كانوا عمالين بصوا للكوره استحواذ ايجابي يا كابتن فتحي لا انه شايفين الكوره فبعد بقى الكوره ما بتتلعب بيدور على اللي هو المفروض يمسكه لا الراجل بيجيب جول هو ما كانش يعني هو الخطا جه حضرتك شايف انه اولا ما كانش شايف المهاجم نمره واحد وان رد فعله بقى ابطا من المهاجم لان المهاجم سبقه يعني هي بتبقى جزء من الثانيه يعني هو سبق فخلاص رد فعل المدافع بقى تو ليت يعني بقى متاخر يعني يا كابتن هاني انت من الاصل لازم اكون شايف يعني لازم والحارس المهاجم ده بيتحرك انا اكون متحرك لو انا شايفه الاول لكن انت شفته الثاني يعني هو اتاخر شويه هو اتاخر ليه لان انت بتشوف الكره الاول وبعدين بتشوف المدافع المهاجم فانت شفت الكره انا شايف الكره قدامي صح فانا عمال ابص للكوره اول الكوره ما اتلعبت هو كان فكر قبلي فاتحرك لكن لو انا كمدافع ماليش دخل بالكوره انا نمره واحد ده جوه ال 18 لكن انا ممكن الكلام ده فين في نص الملعب في المساحات البعيده كل ما يبعد عن الجول يبقى مش مهم يبقى يعني انا شايفه كده وحطه لكن هنا لازم سكين تايد يعني لازم فيه اتحرك معاه